ايبي جيمنج وفيديو جديد. قبل ما نبدا فيديو النهارده، طبعا يا شباب بناء على طلباتكم عملت، يعني هي مش قناه، هي صفحه على فيسبوك جديده، وباسمها اسم الصفحه اي بي جيمنج. تمام، ورابط الصفحه هيكون في اول الوصف دلوقتي، تقدروا تدخلوا وتتابعوني وانا بعمل لايف يعني على لعبة روبلوكس او بابجي او العاب بقى تانية كتير. ان شاء الله نبدأ نظبط الدنيا على الفيسبوك ونعمل بثوث. طبعا انتوا كلكم كنتوا بتقولوا لي يا بلال عايزين بثوث مباشرة جيمنج، فانا قعدت افكر اعملها فين، اعملها ازاي، ما لقيتش مكان انسب الا الفيسبوك. الفيسبوك احسن مكان اللي احنا نقدر نعمل فيه بثوث مباشرة، وكمان هيبقى يوميا، يعني ممكن نقعد كام ساعة حلوين كده مع بعضينا نلعب فيها مثلا روبلوكس، غير طبعا فيديوهات اليوتيوب هيبقى بردك فيه شوية وشوية. وطبعا ما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ل 100 لايك، وكمان عايزين نوصل الصفحه ل 100 لايك، عشان اول ما توصل 100 لايك نبدا باول بث مباشر. يلا بينا يا شباب، والنهارده معانا ماب الخنزير المرعب، ماب خطير جدا، انا متحمس جدا ومعايا اختي. هلا هلا، ايه ده ملاهي من اولها كده؟ انا مش بحب الملاهي بس يلا. هو مكان، انا بصراحه متحمس جدا للشابتر الجديد اللي هو شابتر 10، يعني يا ترى بقى هيبقى فيه عامل ازاي. لا ده 9 يا بنتي، لا انا اقصد على الاماكن، يعني ده سيتي. ايه ده، انا طلعت اوبا، ده نزل يا شباب. اوبا الخنزير نزل، يلا بقى عايزين نعدي. يلا يا شباب يلا، عايزين نركز كده. احنا اول حاجه عايزين بس المفتاح الاحمر. لا في مفتاح احمر عشان نفتح الباب. يا يلا بينا، يلا اهو المفتاح الاخضر اهو. يلا اهو تعالي هنا، المفتاح الاحمر اهو. يلا بينا. المفتاح الاحمر انت اللي خدتيه يا بنت اللذينه. طب يلا بينا، يلا تعالي هنا اهو، انا عارف مكانه. ماشي هدور لك عليه اهو. ايه ده اهو، اهو اهو، شفت انا عديت من جنبه بسرعه بسرعه بسرعه. يلا اهو، يا لهوي عليك. طب هاتلي المفتاح وخلاص، انا واقف والله مش قادر يجيلي اصلا، عين هو نوتي. قشط عليكي، تمام تمام. ايه ده التحول؟ اوه يا لهوي هيحولونا. يا لهوي كلهم بيجوا ورايا، يا نهار ابيض. ايه ده، مين دول مين دول؟ يا لهوي ده مش عايز يجري ليه؟ اوه اوعى، شخصيتي الاسطورية، شخصية الخنزير الاسطورية. انا اتحولت يا اختي غصب عني. ايه ده، يبقى كده جيم اوفر. اوه ناقص واحدة يا شباب، انا اتحولت والله يعني انا الازاز شفاف وانا مش شايفه اصلا. انا حولت نفسي كده. ياه احنا كنا عايزين نكسب. ايه ده جيم اوفر. ايوه ايه رايكم في شخصيتي يا شباب؟ ايوه بقى شخصيتي جامدة الصراحة. طبعا شباب شكرا لدعم التفاعل بتاعكم الاسطوري الصراحه اللي بتقدموه في ماب الخنزير، وساعة مش في ماب الخنزير بس، في كل الفيديوهات. بحبكم جدا جدا والله العظيم. متحمس قوي العب شابتر 9. طب يلا بينا، اللي هو سيتي صح؟ اللي هو المدينه؟ سيتي. بصراحه المكان المدينه ده يا شباب صعب وحماسي، يعني هو صعب وحماسي في نفس الوقت بس جامد. اختي يا شباب كسبت فيه مره واحده بس، ونفسها تكسب فيه مره تانية، وطبعا عشان هي معايا فهتكسب على طول. ايه ده، سيتي سيتي، يلا سيتي سيتي. يا شباب ده كده اكيد في 3 تحديثات كمان، شايفين في اماكن، يعني ممكن يبقى كده ابقى 10 11 12. هيبقى جامد طحن على فكره يا شباب. التاني عادي عادي، نلعب بس دلوقتي في سيتي. يلا يلا بينا نختار بلاير. بلاير ايه ده، مفيش المره دي بقى انفنشن دي، ما ينفعش ما ينفعش هنا. ممكن صح تكون تختفي صح فعلا بالتحديث الجديد. يلا بينا، عايش عايش بلاير. ترى مين ترى مين ترى، على فكره كل اللي معانا دول مش. ماشي يلا، مش هتسيبيني؟ يلا مش هسيبك. وانا هحاول اعدي مع ان ايه مش عارف اعدي. طبعا يا شباب كل دول اصلا مش عارفهم، دول ناس اجانب بتلعب معايا، فانا ممكن اقول لهم اشتركوا في ايبي فيديو في ايبي ايبي جيمنج. اقول لهم ايه والله ما عارف. سبسكرايب تو ماي شانل انا متحمسه ايبي جيمنج.
يلا بينا يا شباب، قلت لهم اشتركوا بقى في القناة، وانتوا كمان اللي لسه ما اشتركش يا شباب ينزل حالا يشترك في القناة، ويلا بينا. متحمس اختي، متحمس اكتر مني مش عارف ليه. ايوه افتح بلال، افتح بلال، افتح افتح، ما تفتح. قشطة ماشي ماشي، يلا نطلع فوق. بلال هو انا ليه بلال معلقة عند الترابيزة؟ بص انا واقف ازاي؟ نزلت. واختي نزلت يا شباب، يا نهار ابيض. مش هسيبك انت اول اهو. الباب ده ما فيهوش حاجة، الباب ده ما فيهوش حاجة، الباب ده مش بيتفتح. لا بيتفتح على فكرة، بس اهو بيتفتح اهو، سوم معلق اهو. افتح يا عمي، واطلع يا شباب بسرعة. لا اختي جاية، اختي جاية لي تقريبا. اهلا. اوه تحولت حد ولا قصدي؟ لا مفيش، انت تحول صح. اوه يلا بينا دلوقتي هنعمل حاجة اسطورية. ايه ده، ايه ده التراب؟ اوه حرام عليك يا اختي، حرام عليك اختي يا شباب. اوبا اختي مواعيد بتموت في كله، مش عارف ليه يا شباب الباب مش بيتفتح. انا هموت واقف مش عارف. انا جيالك. ليه الباب مش عايز يتفتح؟ لازم حد هو اللي يفتحه من قدام يعني ولا ايه؟ يا ترى اختي هتجيلي منين؟ انا خايف صراحة والله يا شباب، مش عارف. انا تقريبا اتحبست، مش عارف يا شباب. طيب طب انا عايز افتح الباب، مش فاهم ده لاج ده ولا ايه. واحد لو شفته لازم يا عم. يلا بقى انا عايز ادخل، مش هقول لك. طب بسرعه بسرعه. تحالف ولا ايه؟ لا 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 عادي مش تحالف. ايه ده مين دي؟ لا ده الكمبيوتر بتاعي. والله اتخضيت. اوه والله اتخضيت، لقيت اتنين. انا نسيت والله اللي في الماب دي فيها اتنين. يا لهوي رخم قوي حوار الاتنين ده يا شباب. لو صعب على فكرة، ده بيصعب الموضوع اصلا على الشخص اللي هو يركز، يركز في ايه ولا في ايه يعني. انا ما نزلتش الشارع، انا كنت بحاول، كنت بفكر اكل كيلو العشب عشان يموت الخنزير. اي حد بقى مش لازم، انت او الكمبيوتر. اوه دي اخي، اه دي اختي، دي اختي. اوعى. ايوه كده في واحد عايش، وادي اتنين تلاتة، تلاتة يا شباب. اختي والكمبيوتر، ايوه هو قاعدين بيحاولوا يعدوا يا شباب الغاز. اوبا 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 اوبا. ايوه امسك اللي جوه دي بقى، تقريبا مش هتعرف تهرب. يا جوه حط تراب هنا، حط تراب هنا. يا لسه جوه تقريبا اهو. لا ما تشوف عندك. اه صح. اه طلعت فوق. مش هسيبها. مش هتعرف تنزل صح؟ هتعرف تنزل. بس حط لها بقى ترابات قد كده. حط لها هنا تراب على السلم. يلا بس زعليها بقى. انزلي يا شطور انزلي. اوه اوعى اختي محترفة جامدة والله، عايش قوي. هتطلع تروح في كل مكان. يلا بقى اتسلي بقى. ايه ده في واحد دخل كمان. واحد بس؟ اوه زي كام؟ ده في ناس داخل جديدة. ايوه بقى اوعى اوعى. هنا الواد معاه الفيزا الصفرا، مش عارف اقول الوان. الفيزا اللي لونها اصفر يا شباب. اوه هو دخل من هنا؟ اه مش ناحية الزبالة، زبالة ايه بس؟ اللي هي في النص اهو، في نص الشارع والله. اهو. اوه احلى مسا عليك، كيف حالك؟ تليفونه حتى ازيك عامل ايه؟ حط تراباب بقى هنا، مش هينزل بقى من النهارده. يلا هيوحشنا. انت ميت، انت اللي بيطلع، اللي بيجي هنا كده كده اساسا ميت. روح من الناحية التانية، من الناحية التانية. نزل. لا لا ايوه كده. هجوم عليه يا عيني يا عيني، ده غريب قوي. شوف واحد فين ده زعلان. ايه ده طالع، طالع يا حبيبي، واحد طالع، واحد طالع ومات. اوه اسطورة. ايه ده، ما ماتش لسه. ايه ده يا ابن اللعيبة، شوف ما ينفعش ينزل هنا اساسا. شوف نزل ازاي. اوه ازاي؟ ايه ده ازاي والله؟ ايه ده، ده بجد اذى. المفروض يكون مات على فكرة. يلا بقى تمسك في اتجاهك. يا اتمسك اهو. يا لهوي. لا الكمبيوتر يا غبي يا معفن. ايه ده الكمبيوتر غبي قوي. ايه ده، ده ايه دخلت معانا وكله دخل معانا الخنزير المرعب. يا نهار ابيض يا شباب. اوب 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 اوب. موت بقى، اديله اديله اديله. مش عارف موته. يا لهوي يا شباب. هحاول انط يا بلال. حاولي حاولي، تقدري تقدري. اهلا اهلا اهلا. الكمبيوتر رخم قوي. لا الكمبيوتر غريب اصلا، لكن انت حاولي بقى. مفيش اي حد معاكي ده لو اهو.
يلا المفروض مات اخيرا. اخيرا انا فرحت لك عفوا. اخيرا. يلا ده مين بقى؟ بس اذا ده واحد بس. واحد فينا او اي واحده تانية مش هسيبهم لسه حالا. داخله حالا. يلا بينا. اتفرج عليها ده عشان انا محترف اكتر منهم. اذا هما الاتنين استخبوا في مكان بص فين. ها قالوا لي استخبوا، ده انا هجيبهم واذبحهم واجلدهم. طلعوا فوق تقريبا. مكان او 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 المكان او خلي بالك شوف مستخبيه فين. يلا يا زوزو، يلا يا زوزو، يلا يا زوزو. انت بتشجعني. ثانك يو. احلى تشجيعة. يلا بينا يلا بينا. وفين الباب؟ اختي الكمبيوتر الغبي قاعد فوق. ما بقى عشان الواد ايه كافي. شفت هم؟ ايوه اطلعي لهم اطلعي لهم. انت موتي. ما لا موت من واحدة تانية. اذا في ناس جديدة قاعدة بتدخل يا شباب، وناس بتطلع وناس بتدخل. اوه يا لهو بقى 3 دقايق. ايوه هو حبيبي هو ده. لا ده الكمبيوتر. يا نهار ابيض هو فين؟ فين كمبيوتر العيال؟ تعبان. بص بص عامل ازاي. فين العيال؟ ده فين العيال؟ بس الكمبيوتر هيضربه. بص الواد، الواد مش عارف يلعب. الكمبيوتر حبيبي هيهجم عليه هو فين الواد؟ اهو. شفتي بصي اهو الواد قاعد عايز يهرب، عايز يهرب. يلا ايه ده؟ في الدور التالت؟ المفروض الكمبيوتر يضربه والله. الكمبيوتر ما غبي تضربه بقى. ايوه اهو الواد راح يموت. ايه ده ما ماتش؟ مات اهو. في ايه؟ انا كنت في اخر لحظة. ما بقاش في غفاية. يا لهوي متابعين يا شباب كلهم جايين يدخلوا دلوقتي. يبقى البت هنا. ايوه حبايبي هنا هنا. صح. ايه ده واحد فين؟ دي ماتت باين. ماتت الحقي. مش بقى غير تيمور جوه تحت خالص. ايوه صح فعلا. اجي عليه اجي عليه. شفت الواد؟ شفت الواد فين اهو؟ يا نهار ابيض الواد هنا اهو. خلي بالك شفته طلع بره. طلع بره. فاجئيه فاجئيه. ركزي معاه وفاجئيه. انت والكمبيوتر بقى كالسحيه بقى. في ام الباب. ايوه هو هنا اهو. صح. هجوم. ايه ده؟ ده مش خايف. عاش. جيم اوفر. مبروك يا اختي. هو ده الكلام. شكرا بس انا موتك اول واحد. ها ها. انا قاعد بفرج عليك ومتذنب. يلا بينا يلا شباب. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، وعشان ده بيحمسني جدا. لا لو انت موتني عادي عادي. ما هو عادي مفيش تحالف. ماشي يا شباب اتفقنا. انا وقتي اللي مفيش تحالف. مفيش تحالف. يلا بينا. ابدا مفيش اي تحالف. مفيش تحالف خلاص. بس في الاخر هنقول لك بلاش. طب نختار مكان سهل عشان نعرف نعدي منه. بيت. البيت الهاوس. ماشي يلا بينا يا شباب الهاوس. طبعا يا شباب شفتوا انتوا التراب؟ يعني ده تقريبا ده بردك تحديث تراب جديد. تراب بيض. لا مش ده مش ده اللي هو بيعمل علامة. لا ده تراب بيض. ده قديم. ده قديم. ده انا مشترياه. يا ممكن بقى يكون لا. هو بردك يا شباب نفس المكان ده. سيتي بردك يعني. طب هاتوا ملاك. ايوه تحول يا شباب. يلا هجوم. لا 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 مش عايزين بلاير. تحول 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 بالله عليك. بالله هنقعد 70 ساعة. هنقعد 70 سنة كده في الجيم. اوه احمد عيسى. يا ريتني موتك يا رب. طب عايزين نعدي بقى نحاول نكسب. نحاول نكسب. يا ريتني موت حد يا رب كنت زمان. لا نحاول نكسب بقى المرة دي. نركز. يلا يا شباب يلا نحاول نكسب حالا. يلا بينا. عمرك ما هتعرف تكسب. ما مش انا نفسي اهرب من المكان ده الصراحه. بس لسه يعني. بس يلا نحاول. يلا نحاول. طب يلا انا وانتي. والله انا وانتي والله ممكن نهرب. بلال ما تقفلش في وش الباب يا مؤذي. انا مش بقفل. ايه؟ لا لا تعالى هنا تعالى هنا. بس بلال انا ما فتش فوق. تمام. انت ما فتش تحت. ما فيش هنا اي حاجه. تمام قوي. انا الاقي البيبان كلها ليه فاضيه. لون اصفر. لون اخضر. انا معايا لون اصفر حالا. الاخضر عايز داكود. عايش قوي. ايه انا عارفه الاصفر فين. تعالى بيجي نزل. انت فين؟ انا هنا. تعالى 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 اهو. يلا فين انت؟ مش فين 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 الاصفر؟ عايش فتحت ده؟ ده مش اصفر. مش معايا والله افتكرت ده معاكي. ماشي عادي عادي. يلا بينا يا شباب. متحمس متحمس. نروح بس المبنى التاني. المبنى التاني ماشي على الناحية التانية. ادور على كل البيبان هتلاقيه. يلا افتح يا باب. قفلت الباب. فتحته. يلا خش. ايه قفل في وشي؟ ايه ده في حد يموت الخنزير؟ عايش. انا رايح افتح الكود.
الاخضر الاخضر ده هو اللي فوق يا حبيبي الاصفر؟ لا مش اللي فوق، اللي تحت. اللي تحت ماشي، اما ندور. لا مش هنا. ايوه كود. ده في كود تقريبا يا شباب، عاش قوي. يلا بقول لك والله ممكن نكسب، لسه بدري. لسه بدري. الجزره اديها لروح الباب واديها لل اسمه ايه. اوه خنزير قدامي. اجري. لا شخصيه خايسه يا عم. اوه كنت هموت والله. عايش يا بلال اتصد بسرعه. عايش. يلا فين بقى؟ اديها لمين؟ لا ما تقفش الباب في وشي هموت. الباب بيفتح بصعوبة. اوه الحمد لله حبيبي. لا مش حبيبي خلاص. حبيبي يا عم ما تقفلش الباب. يعني عليك. طب انا جاي لك تمام، والخنزير ماشي؟ لا لسه ده واقف. جميل قوي. انا كده عدي ازاي؟ ايه ده الخنزير عم بيرقص؟ عم بيرقص الخنزير. تمام قوي. طب عايزين نديله الجزر اهو. هو ده اللي عايز الجزر؟ مش هو ده اللي هناك ده اللي قدامك ده؟ ايوه ده. بقول لك ايه، خد الجزره وادعي لي. خد الجزره. ايه مش انا يا عم. ايه ده تكسر دي الحقي. ايوه عشان دي ودي بتساعدنا. طب يلا المفروض اهو انا عايز اروح. مش عارف اتكلم. انا مش عارف اتكلم من كتر الخنزير اللي كان قدامك ده. اوه حبيبي يجي ورايا. حبيبي المفتاح الاصفر هنحتاجه تاني؟ لا لو فين الكود. بندور يا شباب. عاش قوي. ده هنا في حاجه تقريبا بتتعمل. دي قنابل. القنابل كانت فوق بس. القنابل. ماشي. تمام. تركيز يا شباب. يلا هو على الكمبيوتر تعبان الكمبيوتر. ماشي كده. ما بيعرفش يعمل اي حاجه. ايوه الازرق هنحتاجه. لا الازرق مستخدم. مستخدم ماشي. يبقى اكيد نطلع فوق. مستخدم؟ احنا محتاجين الاحمر فعلا. يا نوتي بيحط هي ترابات. محتاجين الاحمر. كمبيوتر. يبقى اكيد هنا يا شباب في حاجه فوق. لا الكمبيوتر بيشوفني ازاي؟ انا عمري ما طلعت هنا حاجه فوق خالص. على السطح. بلا خلي بالك بقى تموت. لو وقعت هموت صح؟ خلاص بننزل من الناحيه دي ونفتش في البيوت من اول على الشمال كده. مفيش. طيب نبص هنا كده مفيش بردك. طيب نبص هنا كده. مفيش. اتخضيت والله. ايه الاخضر اخده؟ لا متاخدوش. ده المفتاح. طب البني الازرق البرتقاني لسه فاتحاه. لسه فاتحه البرتقاني؟ ما استفدتش بيه اي حاجه. لا تسعه موت يا بلال. ما ينفعش. لا ركزي. اوه الحمد لله عديت بامان وسلام. ليل. يا بلال شوف يا بلال اللي كانت فيها القنابل دي. يا لهوي وقعت وقفته. انا هتمسك في التراب عشان هو ما يجيش يموتني. ايه ده؟ التراب صوته خفيف قوي. حبيبي هموت. الحمد لله ما متش. متخافش يا عم شكلك ان شاء الله. يا رب ما نموتش بس. لا موت حد. يا هو عليك انت موت من الكمبيوتر. مش انا افتكرتك انت والله. ركزي يا عيني على الكمبيوتر الخايس. اوه ركز يا بلال ركز. انا مش لاقي حبيبي. طيب اي حاجه وانا بس اللي لاقيه بفكر اهو. بلال بقولك بلال لسه ما تفتحش ام القنابل. يا ريتني ما سبت. انا مش عارف القنابل دي فتح منين او الاقيها فين اصلا. طب قول لي انت عايز ايه وانا هجيبه لك ادور عليه. انا عارف ان القنابل كانت فوق البت. عادي انا واقف. انا وقعت في التراب عشان ايه مش عايز حد يقع فيه ويموت. ايه ده التراب ده بيقع كتير. انا عايز اجيب البتاع ده. عايزه يضرب مين؟ يا لهوي عايزين دي يا حبيبي اللي هي طب قشطه جدا. اكيد دي فيها حاجه بتودينا برضه. انا وقعت دلوقتي في التراب. انا وقعت اهو. لا بص بقى بص بقى بص المنظر. اجري. ايوه يا بلال روح على الكمبيوتر. روح على الكمبيوتر. اسمع بلال اطلع
لا مت ليه؟ الحمد لله، ولا كنت افتكرت ان انا مت. لا انت واقف قدام الكمبيوتر ده بقى عشان يموتك، ما تخشش جوه المكان ضيق. تقريبا قشطة، خدتها خدتها. طب تعالى يا بلال، تعالى قدام ايه ده؟ ايه؟ موتني يا رخم. قلت شور ده بالك؟ طب ما انت، ما احنا قلنا مفيش تحالف، احنا قلنا بنخلي بالنا. ما انا مش واخده بالي، ومفروض انا ما موتنيش. ايه طب المسا دي؟ مفيش حاجة اسمها كده، ما بقول لك بقى نخلي بالنا. ده فين بس فين يا حبيبي؟ فين؟ بسرعة بسرعة بسرعة. استخدمه قدام الباب، الباب الباب ده. ايوه الباب ده، هو ده الباب ده. ايوه واطلع السطح قبل، واطلع السطح. اه اطلع السطح في المبنى اللي قدامك ده. هو ده ماشي. اه وعدي السلم، وبعديها استخدم نفسك يا بليل. عادي، انا عايز اقف في التراب. عادي عادي، هتموت. جايلك يا لهوي عليك وعلى سنينك يا بليل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فين حتنافس؟ ايوه كده، اطلع بقى السطح، اطلع السطح. اه على طول، اهو على طول على طول على طول اهو. بسرعه بسرعه، حلو حلو حلو. وامشي عند السلم. ايوه بس انا عايز اقف هنا. انا اجري يا بلال، اجري امشي. بس يلا بينا، بس هو بقى ايه، خليه بقى يمشي براحته. لازم تخش هناك. ايه ده، ده فين هناك؟ ده انا اول مره اشوفها. يلا بلال ما تروح لك. اهو بهو بهو بهو. تعالى يا نوتي تعالى، ما عنديش وقت اضيعه. يلا بينا يا شباب، بسرعه بسرعه بسرعه. خايفه بجد؟ مش بسرعه، براحه براحه. خلاص صلي على النبي، في ايه؟ ما براحه. يا بنت انت لازم تطلع فوق، ما كانش هيموتك اساسا. انت عايز تطلع فوق فين بقى؟ انت عايزين نطلع فوق فين؟ الناحيه التانيه؟ هو في سطح تاني؟ ده السطح الوحيد اللي انا قلت لك عليه من جنب. يعني هو ده يعني، يعني ده مش حباب. في هنا واحد جنبه بقى، فين بقى اللي جنبه؟ جنبه انت لازم تطفيه. ايوه فين بقى اللي جنبه؟ ما انا مش عارف اللي جنبه. مفيش حاجة اسمها جنبه، جنبه مقفول. يعني لازم انط يعني؟ ايوه لازم تنط هنا، انت ذكي بجد. طب وما انا مشيت من نفس المكان ده. طيب بلا، طب الكمبيوتر، طب الكمبيوتر. يلا مش فاضي، خلاص انا فهمت. لا هو اخص يا شباب. لا لا احاول احاول على قد ما اقدر. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ روح عند المكان. ايوه هنا اخص. عدي عند الخشبه. الخشبه فين الخشبه؟ الخشبه اهي محطوطه اهي، شايفه؟ امشي بقى عادي. اه حلو قوي، روح طفيها بسرعه، طفيها. يلا طفي، خد البتاعه دي بسرعه، خد الكود. الكود الكود يا شباب الكود. انزل بسرعه، انزل انزل من هنا. وصلت اللي مت؟ انا عارف الاماكن. فين فين فين؟ روح استخدم الكود على الباب، اهو الباب اهو. الكود ناقص لك حاجه واحده بس يا بلال، مش هتعرف تجيبها. الكود اهو. يا بلال هي ايه بس؟ قولي لي هو ايه بقى؟ حاجه واحده دي، دي صح؟ اه. اوه يا شباب والله كنا على اخر. الاحمر في الاحمر احنا تقريبا ما جبناهوش، انا ما كنتش عارفه فين. لا ده الازرق ده تقريبا فوق هنا. كمان ما لقيناش الاحمر خالص. ياه بس عادي، حلو اللي احنا حاولنا صح؟ حلو يا شباب اللي احنا حاولنا وعملنا شغل حلو جدا. فبس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان ينزل لك كل فيديوهات الجيمنج الجديده. ما تنسوش بقى توصلوا الصفحه، صفحه الفيسبوك الجديده اللي هناك لسه عاملها طازه بقى، واول ما توصل 100 لايك هعمل عليها بثوث مباشره كتيره جدا، وهتعجبكم جدا جدا. فبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج. وسلام.